تعبت عطية؟ طب لما تتعبي بقولين. كده يا بابلو؟ كده سيبني مرمية زي البهايم؟ انت عملتي معايا كام شغلانه عطيه؟ مش فاكرة كام. ولا واحدة جلت، والمرة الوحيدة اللي شغلت دماغك فيها كانت دي آخرتك. قلت أسيبك شوية عشان تفضلي فاكرة دماغك عطية. ما قدرتش يا بابلو، انت ايه ما عندكش قلب؟ عندي بس ما بحكموش في الشغل عشان ما أضيعش نفسي وأضيع اللي معايا. وانا ما ضيعتش حد، انا رحت بنفسي. وانت رايحة النادي ما كلها منفذة على بعضيها، وبعدين مروحتك دي كانت هتبوظ اللي بعمله عشان عبودة. هو فين اللي بتعمله عشان عبودة؟ انا مش شايفة حاجة، ودي هو مرمي في السجن وانت قاعد. مش شغلك، مش مفروض اقول لك انا بعمل ايه وليه. شغلك تنفذي اللي بقول لك عليه وبس، ولما اقول لك على حاجة ما تعمليهاش يبقى تتنيلي على عين اهلك وما تعمليهاش. يعني هسيب الراجل مرمي؟ وديكي متلقحة مرمية قدامي اهو، عملتي له ايه؟ المفروض اعلم على اهلك عشان تتعلمي ازاي ما تسمعيش كلامي، لكن عارف ان الخلقه دي تلزم عبوده. انا لسه فاكر عبوده. هاتي هقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودانك لاجل العشه والعيش والملح. ده شغل، واللي بينك وبين عبوده ده لو تم ما تلزمونيش. طب تطردني يا بابلو؟ بحميكم عشان ما تضيعوش نفسكم وتضيعوني معاكم. لا تشكر يا كبير. لما يخرج هو بقى ان شاء الله بالسلامه بقول له الكلمتين دول. بس يا رب يخرج بسرعه. اصل انا مفهمه ان انت قالب الدنيا عشان. لو مستني يسمع منك الكلمتين دول يبقى مخه باظ هو كمان اكتر منك. في واحده عاوزه تقابلك بره يا كبير.